بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة بشهدائنا والشفاء بأرحامنا والحرية بالمعتقلين واللعنة على المجرمين. نذكر برياض الرأي الجميل الصالح بداية السفر، بداية نحب نتعرف على السادة الضباط والقادة الميدانيين لقادة الجيش السوري. النقيب بياض الصالح قائد كتيبة الشهيد النقيب علي الحاج حسن تجمع أطفال الرسول. النقيب عماد الشايب قائد كتيبة علي بن أبي طالب تجمع أطفال الرسول. هشام مرعي قائد كتيبة صوت الحق لواء شهداء الوطن. حميد أخباري قائد كتيبة الحمزي في لواء شهداء الوطن. أبو نبيل قائد كتيبة ابن الوليد لواء شهداء الوطن. بشار كافي قائد سري في لواء شهداء الوطن. سارك شيرني قائد سري شهيد شوكة لواء شهداء الوطن. أبو عدنان قائد كتيبة صقور الوادي لواء شهداء الوطن. شو اسمه؟ جيش الحوت. شو اسمه؟ جيش الحوت. انت بتحبوا الشغل يا سيد؟ لا. ليش ما بتحبوا؟ طيب هو قصرتكم بالطيران، ضربتكم بالقوس بالرصاص، شو اللي بدك تحبوا؟ صرت برميل. صرت عليكم برميل؟ ايه. قطعوا اطفال؟ ايه. انت شفته؟ طب نذكر بان المقاتل من جيش الحر رفض الكشف عن اسمه ربما لاعتبارات امنيه. كم سنتين سووا الام، سنتين سووا الام، يا يابو تشريد بالبلدان، يا حافي ابن الخطيب تحاول حكم طغيان. ارحموا سوريا يا ناس ارحموها، ودمعوا دم حاجية تزرعوها. ارحموا سوريا يا عرب ارحموها، ودمعوا دم حاجية تزرعوها. ازرعوها عاطفي، ازرعوها عاطفي، ازرعوها عاطفي وانفي ومحبي. واطفال سوريا حاجي تقتلوها. شهداء سوريا بدنا نحترمهم، وزعموا نحترمهم. واطفال سوريا رح نبقى نحترمهم متى صاروا دفاين تحت التراب. حراك الله شامينا يا شامينا، حلب الشهداء النحوي يا رجالنا. حراك الله شامينا يا شامينا، حلب الشهداء ضحينا بدم انسان العالم، ضحينا بدم انسان العالم. انكتبت بالدم ثورتنا واسامينا، انكتبت بالدم ثورتنا واسامينا. حماك الله شامينا يا شامينا، حلب الشهداء جينا على الموت تكرم عينك سوريا، حتى المجد كل الأمن العربي. جينا على الموت تكرم عينك سوريا، حتى المجد كل الأمن العربي. يا وجيش الأحرار وحامي هالدار، وجيش الأحرار حامي هالدار. وابن الخطيب كتو يحاول طغيله، وابن الخطيب كتو يحاول طغيله. عباك الله شامينا يا شامينا، على الشهداء نفسي يا الله محييه. درعا رجال فيها حمص العابية الروح ترخص ليها. الله محييه درعا رجال فيها حمص العابية والروح
اكثر خطي رجالي كرجال بكتب التجمال رجالي كرجال بكتب التجمال بيشعل بالدار ويلو يلي عادي بيشعل بالدار ويلو يلي عادي على كل شامينا يا شامينا على الشهبان نقوي يا رجالي على كل شامينا يا شامينا على الشهبان نقوي يا رجالي يا دار الزور وجبال اللاصقية جاي استوار والأخوة الرقاوية يا دار الزور وجبال اللاصقية جاي استوار والأخوة الرقاوية ويلك بشار إيج الزوار ويلك بشار إيج الزوار حقنا الموت حتى تحيا ولادينا حقنا الموت حتى تحيا ولادينا حماك الله شامينا يا شامينا حلم الشهداء ويا رجالينا حماك الله شامينا يا شامينا حلم الشهداء العالم عافانا وكسان العالم كله كل شي استغل ثورتنا الله يشل العالم عافانا وكسان العالم كله كل شي استغل ثورتنا الله يشل تسقط ايران وحزب الشيطان تسقط ايران وحزب الشيطان سرقي الهروب يا قاتل أهلنا سرقي الهروب يا قاتل أهلنا على كل الله شامينا يا شامينا على الشهداء نسوي يا رجالينا إلا الله يا دنيا إلا الله مهما العالم عن سبيل النبي خلى إلا الله يا دنيا إلا الله مهما العالم عن سمر النبي يدخل نحن صنديه لا يوم الدية نحن صنديه لا يوم الدية حتى نحرر أرضنا وترابنا حتى نحرر أرضنا وترابنا حماك الله شامينا يا شامينا على الشهداء نقوي يا رجالينا جيشنا الحر حامل الأرض والعار فاقد بشار سيطورك عرض أفار جيشنا الحر حامل الأرض والعار فاقد بشار سيطورك عرض أفار حاجي طبيان باقي إنسان حاجي طبيان ماكي إنسان تعيش يا دار لجل عيونك تعيش يا دار لجل عيونك فاتنا حماك الله شامينا يا شامينا حلق الشهداء نسوي يا رجالينا تعيش البشار قتل الإنسانية ليلك يا ويل يوم النفخ الفوطي تعيش البشار قتل الإنسانية ويلك يا ويل يوم النفخ الفوطي جاي الأيام زول الآلام جاي الأيام زول الآلام صرخة الثورة يا عرب لم علينا صرخة الثورة يا عرب لم علينا وحماك الله شامينا يا شامينا علم الشهداء نقوي يا رجالينا وحماك الله شامينا يا شامينا علم الشهداء نقوي يا رجالينا حماك الله شامينا يا شامينا علم الشهداء نقوي يا رجالينا وسيادة النقيب لبنان البنا شاهدنا عن الانتشار في حول هل يترى موجود في الريف عمل الشمالي بشكل او بالاقل وما يجب جيش الحر فيه تحديدا بهذه الايام. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمه لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحريه لمعتقلينا والنصر لثواتنا. طبعا جيش الحر مسيطر على مناطق واسعه من الريف حمام الشمالي وفي مناطق ساخنة مثل ما نعرف مناطق فيها اشتباكات مناطق صار فيها تقدم مناطق صار ثابتة مناطق صار فيها تراجع
بسبب قلة السلاح النووي. طبعا الحالة المعنوية في ريف حماة عموما مرتفعة والفضل من الله عز وجل والحالة ممتازة. رغم الإمكانيات بنعرف هذا صار شيء معروف بالنسبة لنا ولجميع العالم. أنا فقط أريد أن أوجه رسالة إلى الحكام العرب وبخاصة حكام الخليج والرئيس المصري. أنا أريد أن أقول لهم أنه نحن ندافع عن الأمة الإسلامية بالدرجة الأولى وعن العرب بالدرجة الثانية. نريد سلاح نوعي، نريد سلاح مضاد للدروع، نريد سلاح مضاد للطيران. إن شاء الله إذا كان هذا السلاح موجود النظام بإذن الله لا يستغرق أكثر من شهر معنا. شكرا سيد النقيب. سيد النقيب، السؤال على غاية الأهمية ليس للإفراج وإنما للتوضيح. لاحظنا في المناطق الشمالية في منطقة حلب ومنطقة إدلب وريها تحديدا الجيش الحر عندما يسيطر على مدينة أو قرية يحرص عليها ومن ثم ينطلق إلى الذي تليها. أما في ريف حماة سيطرتم على عدة قرى وبلدات وعلمتم أنها بلدات محاررة ومن ثم استطاع النظام أن يستعيدها. ومثال على ذلك مدينة موري وطيرة الإمام وقرناز ليست عنا ببعيدة. تفضل الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله والرحمة لشهدائنا والحرين المعتقلين والنصر لثورتنا المباركة. من ناحية السؤال اللي سألنا يا الأخ أنه انسحاب الجيش الحر، أنا ما بعتبره هذا لا انسحاب ولا تخلي عن مناطق معينة في ريف حماة الشمالي. يعني نحن إن شاء الله مرابطين وموجودين ولا نتخلى عن شبر من الأرض، بس المعروف من الناحية اللوجستية والاستراتيجية إنه المعارك هي كاب وفار، يعني حسب الإمكانية المتوفرة بين إيدين الأخوة المجاهدين والثوار. إن شاء الله إن شاء الله نحن نوعد جميع الشعب السوري أو الشعب السوري بالأكمل في سوريا والشعب الإسلامي في العالم أنه الرد بتكون قوي، وإن شاء الله بالنهاية راح تكون سيطرة للأخوة المجاهدين. ومن يضحك أخيرا يضحك كثيرا يقول المثل، ونحن في طبعا أسباب، يعني هاي من ناحية المبدأ أنا أحكيه من ناحية الوقائع والواقع، يعني في أسباب منها أسباب بعيدة ومنها أسباب مباشرة. الأسباب البعيدة للشيء الموجود نحن بواقعنا بريف حماة، طبعا واقعنا صعب جدا، أصعب من أي محافظة ثانية. من ناحية الموقع، يعني المحافظة معروفة عن محافظة حماة أنه هي ما بتطل على أي منفذ حدودي أو على دولة مجاورة أو على ممر أو معبر أو بحر أو أي شيء. محافظة حماة معروفة أنها بوسط سوريا. من الناحية الثانية طبيعة الأرض يريد حماة تختلف عن كافة المحافظات، يعني مثلا حماة معروف هي انه طبيعة سهلية، والطبيعة السهلية بتكون فيها المعارك من اصعب المعارك، وطبعا يعني هذا الشيء ما بيساعد بالمعركة. من الناحية المباشرة، يعني هاي من ناحية بعيدة انا احكي، من الناحية المباشرة يعني حماة معروف هي انه السلاح الموجود بالمنطقة او مع الثوار بيد الثوار وبيد المجاهدين سلاح متواضع جدا. لم يتم باللحظة اللي فتحت المعركة بريف حماة لم يتم توصيل السلاح المناسب بالوقت المناسب. يعني المعركة بدأت بس كان في تقصير كبير من ناحية الإمداد بالسلاح وبالأمور الأخرى اللوجستية. يعني هذا الشيء كمان له دور، وبس نحن نوعد يعني الناس كلها مرة ثانية إنه نحن ما راح نكون مقصرين إن شاء الله. ونتمنى من الله أن ينصرنا، وإن شاء الله نكون نرضي جميع الناس. وبرجع بحكي مثل ما حكى سيادة النقيب، نتمنى من الدول أنه يكون اهتمامها بالثورة أكثر من هيك، نتمنى منهم أنه فعلا يكون دعم جلدي مو دعم إعلامي، نتمنى أنه يدعمونا بشيء ينصرنا. طبعا النصر ما نطلب جاي من رب العالمين، إن شاء الله نصرنا من الله، وبيقول رب العالمين كتاب العزيز وكان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
ونحن طبعا بإيماننا وبتصميمنا وبإرادتنا وبثباتنا وأقدامنا راح نكون إن شاء الله إن شاء الله منتصرين إن شاء الله تعالى. ونتمنى يعني أنه يكون الدعم الدولي والخليجي والدول الداعمة بالكامل أنه يقدم لنا السلاح النووي اللي بيساعدنا على النصر في المعركة، لأنه كما رب العالمين قال في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني نأخذ بالأسباب، لا يعني دائما يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. رب العالمين علينا نحن أنه نعمل ما نستطيع لكي ينصرنا الله. وإن شاء الله إيماننا بالله كبير، نحن في قلوبنا الإيمان مزروع ولن نتخلى عن أراضينا حتى لو عبرت الدبابات على أجسادنا ولو آخر قطرة في دمائنا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وشكرا. السيد النقيب إياد من أمس المحكمة بوعجائي شبح متوجه رسالة لزملائي الضباط الذين يزالوا يقاتلون مع النظام حتى تاريخ هذه الأسرة. بالنسبة للضباط اللي لا يزالون مع النظام، أنا بالفترة الأخيرة قبل أحد الضباط اللي شقوا مؤخرا، فحكى الكلام بالمختصر يعني قال: أنا وقت اللي جيت شفت ضيعت هيك تفاجأت كتير يعني، ف يعني وين بدي أهرب، وين بدي أحط وجهي بوجه أهل ضيعتي من هالدمار اللي شفته بالبلد هذا، لأنه ما كنا نشوف الإعلام حقيقة الدمار يعني اللي صار بلدنا. فبتمنى اللي لسه موجود مع النظام بتمنى نشوف بيناتنا، لأن إذا مات بيناتنا ممكن والله أعلم ممكن يموت شهيد، بس إذا مات مع النظام الله أعلم وين راح يكون آخر. شكرا للسادة الضباط. والسوري قصفوها وضربوا حمص وحمرا، السوري قصفوها وضربوا حمص وحمى، والله الوحيد اللي دافع عنا وحمى. يا بشار الله يقطع امك بليلة وحمى ويلعن روحه. الجيش الحر يا محبر دربنا بدنا وفي العالم ما حداها دربنا، وما الإعلام الحر على الحقيقة دربنا ورب حنة حلوة يا حرام. انزورتنا يا فتاة الليل غالي وعلى شهداء نبكينا الدم غالي، يا جيش الحر تعال وافتح القلب غالي، الصدى رح ينهشك فول الابواب. يا دموع العين يا دموع يا دموع خدين الخدين يا دموع يا دموع، وحياة الأحد وحياة الأحد والخلاق محمد ولك ساقط يا أسلام ذكرى الواحد والثلاثين. وراجعين يا حبانا راجعين سامحينا ذكرى الواحد والثلاثين، سامحينا يا حنا ذكراك يما الفدا، سامحينا يا حنا ذكراك يما الفدا، والله وحياة السماء على العاصي نازلين. إذن استراحة محارب بعد أن حرروا مدينتهم بالكامل وسطروا أروع أنواع البطولات
وقاتلوا العدو قلوبهم في القتال حتى قيل عنهم تلك الجبابرة الأبطال ما ويدت للمجد أمثالهم أم ولن تلد مدينة الوطن.